الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت لما نبهت عائشة وأم سلمة على أن جنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عن احتلام، فقالت كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، هل لهذا التنبيه داع؟ كان يكفينا أن تقول كان يصبح جنبا ثم يصوم، فلماذا قالت من غير احتلام؟ فنقول هذا له حكمة عظيمة، وهي أن المقصود من هذه الزيادة بيان أن بقاءه جنبا إلى الصباح إنما كان عن جنابة اختيار لا جنابة اضطرار، لأن جنابة الاضطرار هل يلام الإنسان عليها مثل الاحتلام؟ ما يلام الإنسان عليها، لأن الاحتلام شيء ضروري ليس داخلا تحت قدرة الإنسان ولا اختياره. فإذا كان جنبا عن احتلام فإذن الجميع متفق على أن احتلام الصائم لا يؤثر في صيامه، لكننا لا نبحث عن في حكم جنابة الاضطرار، وإنما نبحث عن حكم جنابة الاختيار. فقالت من غير احتلام، يعني أن بقاءه جنبا لم يكن عن اضطرار، وإنما كان هو متعمد للجماع في هذا الوقت ومتعمد لبقاء لتأخير الاغتسال إلى دخول وقت الصوم الواجب، لأن الأفعال الاضطرارية لا يلام الإنسان عليها، وليس قلم التكليف جار عليه فيه، وإنما قلم التكليف والمحاسبة إنما تكون على الأفعال الاختيارية. وأما فهم بعض العوام من أنهم يريدون التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه الاحتلام أصلا، لأن الاحتلام من الشيطان، الشيطان لا يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدل عليه هذا الحديث، والمسألة خلافية تبحث في موضع آخر، لكن لا يستفاد هذا الحكم من هذا الحديث، وإنما الحكمة من ذكر قولها ومن غير احتلام أنها تريد أن تثبت الاختيار في هذا الفعل وتنفي الاضطرار، هذا هو المقصود من ذلك.